خلال اجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والأردن في برلين، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري المجتمع الدولي بإبداء الحماسة والتصميم ذاته لمعالجة القضية الفلسطينية أسوة ببقية قضايا العالم، فيما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي من خطورة الأوضاع في قطاع غزة التي من شأنها تقويض جهود حل الدولتين. ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا محمد خالد. أهلا بك محمد. إذن ينضم إلينا عبر الهاتف. محمد، ما آخر المستجدات بخصوص المفاوضات التي تحصل في مصر بوساطة مصرية بخصوص يعني الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، إلى أين وصلت؟ نعم، تحياتي لك لينا ولكل السادة المشاهدين. بالفعل هناك مباحثات مصرية مطلعة على حل هذه الحرب الدائرة بين الجانبين. هناك وساطة مصرية ويعني اتصالات مستمرة مكثفة لوقف إطلاق النار وإعادة الهدوء في قطاع غزة. مصر تدعو لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل فوري، وهناك مباحثات مستمرة لي يعني مصادر مطلعة لقناة وفد مصري يعني موجود سفر إلى قطاع غزة وإسرائيل لعقد مباحثات بين الجانبين للوقف الفوري لإطلاق النيران. هناك أيضا وفد من أحد الجماعات الفلسطينية وصل إلى مصر أيضا لعقد مباحثات مع الجانب المصري تتضمن كافتها الوصول إلى اتفاق ما بين مصر و إسرائيل لوقف فوري والاعتداءات المستمرة على الجانب الفلسطيني. طيب محمد، هل من أي تصريحات خرجت عن الجانبين جديدة؟ هل اشتراطات جديدة؟ يعني مراسلنا قبل قليل من قطاع غزة ومن أيضا القدس يتحدثان عن أن هنالك شروط يطرحها الطرفان. بالتأكيد هناك شروط، وربما هذا سبب تواجد الوفد الفلسطيني الذي قدم إلى القاهرة ربما عصر اليوم في القاهرة، ولكن لم يصدر حتى اللحظة بيان يوضح تفاصيل هذا اللقاء. هناك اجتماعات مستمرة، ربما كان هناك اليوم مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا عقب الاجتماع الوزاري صيغة ميونخ حول عملية السلام، وأكد فيه وزيرة خارجية ألمانيا أنهم يدعمون جهود مصر من أجل التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة، ودعوا كافة الأطراف لوقف التصعيد في قطاع غزة، وأدانت أيضا الاستيطان باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وزير الخارجية المصري أيضا تحدث في هذا المؤتمر بأنهم يبحثون سويا مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتحديات سبل إحياء هذا السلام، والاعتداءات أن الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يجب أن تتوقف في الحال، وأن اجتماع هذا اليوم يعكس أولوية القضية الفلسطينية رغم ما يشهده النظام العالمي من أزمات، وأن الشعب الفلسطيني تحمل ظلما تاريخيا طيلة العقود الماضية، وأن مصر تدين هذه العمليات وتدعو كافة الأطراف للتهدئة و يعني وقف فوري لإطلاق النيران. واضح محمد خالد، أشكرك على كل هذه المعطيات، كنت معنا من القاهرة.